بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكل من التحق بقناة أم عبد الرحمن. الفيديو خاص بالثالثة ثانوي بكالوريا أدب وفلسفة. راح نقدم أهم التواريخ اللي يجب على التلميذ يحفظها، الوحدة الأولى والوحدة الثانية. نبدأ على بركة الله. إذا الوحدة التعلمية الأولى، تطور العالم في ظل الثنائية القطبية 1945-1989. التواريخ والحدث: التاريخ 5 مارس 1953 وفاة ستالين، 27 جويلية 1953 توقيع هدنة بان مي جوم التي أنهت الحرب الكورية، من 13 مارس 7 ماي 1954 معركة ديان بيان فو، 26 جويلية 1954 مؤتمر جنيف، 8 سبتمبر 1954 تأسيس حلف جنوب شرق آسيا، 24 فيفري تأسيس حلف بغداد، 28 إلى غاية 24 أفريل 1955 مؤتمر باندونغ، 14 ماي 1955 تأسيس حلف واسو، 18 إلى غاية 21 جويلية 1955 مؤتمر جنيف المتعلق بالتعايش السلمي، 24 فيفري 1956 تبني خورتشوف سياسة التعايش السلمي، 17 أفريل 1956 إلغاء مكتب الكونفورم، 26 جويلية 1956 تأميم قناة السويس، 23 أكتوبر 1956 أزمة المجر، 29 أكتوبر 1956 العدوان الثلاثي على مصر، 1958-1961 أزمة برلين الثانية، 1961 مؤتمر بلغراد، 9 أوت 1961 إقامة جدار برلين، 13 أوت 1961 الانتهاء من إقامة جدار برلين. نتابع التواريخ أيضا. مازلنا في الوحدة الأولى، 1 جوان إلى غاية سبتمبر 1961 تأسيس حركة عدم الانحياز، من واحد إلى ستة سبتمبر 1961 تأسيس حركة عدم الانحياز، 10 أكتوبر 1962 أزمة كوبا، 20 جوان 1963 فتح الخط الأحمر الهاتفي بين البيت الأبيض والكريملين، 26 ماي 1972 معاهدة سالت الأولى، 1972 زيارة نيكسون إلى موسكو، 1975 قمة الهلسنكي، 18 جوان 1979 معاهدة سالت الثانية، 11 مارس 1985 ميخائيل غورباتشوف زعيم الاتحاد السوفيتي، 9 نوفمبر 1989 سقوط جدار برلين، من 3 إلى 4 12 1989 مؤتمر مالطا بين بوش وغورباتشوف، 3 أكتوبر 1990 توحيد الألمانيتين ونهاية الحرب الباردة، 19 إلى غاية 21 نوفمبر 1990 مؤتمر باريس ونهاية الحرب الباردة، 28 جوان 1991 حل منظمة الكوميكون، 1 جويلية 1991 حلف واسو، 5 سبتمبر 1991 حل الحزب الشيوعي، 21 ديسمبر 1991 قمة ألما أتا عاصمة كازاخستان وتفكك الاتحاد السوفيتي، 25 ديسمبر 1991 الإعلان عن دولة روسيا، من 1 إلى 6 سبتمبر 1991 تأسيس حركة عدم الانحياز. الآن نروح للوحدة التعلمية الثانية. الوحدة التعلمية الثانية، الجزائر ما بين 1945-1989. التاريخ والحدث: 10 فيفري 1943 بين فيفري، 8 ماي 1945 مجزرة جالما ستيف وخرطة، 2 نوفمبر 1946 تأسيس حركة الانتصار الحرية الديمقراطية، 5 فيفري 1947 إنشاء المنظمة الخاصة، 20 سبتمبر 1947 دستور الجزائر، 5 أوت 1951 الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية، 18 مارس 1950 اكتشاف المنظمة الخاصة، 4 أفريل 1953 أزمة حركة الانتصار الحرية الديمقراطية، 23 مارس 1954 إنشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل، 1 نوفمبر 1954 اندلاع الثورة الجزائرية وإصدار بيان أول نوفمبر، 14 جونفي 1955 اعتقال مصطفى من بولعيد قائد المنطقة الأولى واستشهاد ديدو شمورات قائد المنطقة الثانية، 25 جونفي 1955 تعيين جاك سوسيل ولي عام للجزائر، 3 أفريل 1955 فرض حالة الطوارئ على الجزائر، 7 جويلية 1955 إضراب تجار الجزائر،
13 جوان 1955 تأسيس الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، 20 أوت 1956 هجومات الشمال القسنطيني، 9 سبتمبر 1955 هيئة الأمم المتحدة تناقش القضية الجزائرية، 29 سبتمبر 1955 إنشاء المصالح الإدارية المتخصصة SAS. الوحدة كذلك التعلمية الثانية نواصل كذلك الجزائر ما بين 1945-1989، 24 فبراير 1956 تأسيس الاتحاد العام العماليين للعمال الجزائريين، 19 مايو 1956 إضراب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، 20 أوت 1956 إعقاد مؤتمر صمام، 22 أكتوبر 1956 اختطاف الطائرة المغربية التي كانت تنقل أحمد بن بلة، محمد خيدر، حسين أيت أحمد، محمد بوضيف ومصطفى الأشرف. 7 جونفي 1957 بداية معركة 7 جونفي 1957 بداية معركة الجزائر، 28 جونفي 1957 إضراب 8 أيام، 23 فبراير 1957 إلقاء القبض على العربي بن مهيدي، 3 مارس 1957 استشهاد العربي بن مهيدي، 8 فبراير 1958 قصف ساقية سيدي يوسف، 15 أفريل 1958 سقوط حكومة فيليب غيار، 13 ماي 1958 انقلاب العسكري للجيش الفرنسي، 1 جوان 1958 تولي ديغول السلطة رئيس الجمهورية الفرنسية، 19 سبتمبر 1958 تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، 3 أكتوبر 1958 إعلان ديغول عن مشروع قسنطينة الإغرائي، 23 أكتوبر 1958 إعلان ديغول عن سلم الشجعان، 16 سبتمبر 1959 اعتراف ديغول بحق الجزائريين في تقرير مصيرهم، 13 فبراير 1960 تفجير فرنسا أول قنبلة ذرية لها في رقان، 1 أفريل 1960 تفجير فرنسا الثاني لقنبلة ذرية لها، 28 جوان 1960 انطلاق مفاوضات مولان. نواصل كذلك آخر التواريخ، 11 ديسمبر 1960 مظاهرات شعبية في الجزائر رافضة لسياسة ديغول، 10 ماي 1961 انطلاق مفاوضات إيفيان الأولى، من 28 جويلية 1961 استئناف مفاوضات في لوغران، 8 أوت 1961 اعتراف فرنسا بحق الجزائر في الصحراء، 17 أكتوبر 1961 مظاهرة المهاجرين الجزائريين في باريس، 6 ديسمبر 1961 تأسيس المستعمر لمنظمة الجيش السري، تأسيس المستعمر لمنظمة الجيش السري واس، 7 مارس 1962 انطلاق مفاوضات إيفيان الثانية، 18 مارس 1962 توقيع على اتفاقية إيفيان الثانية من طرف كريم بالقاسم ولوي جونس، 19 مارس 1962 وقف إطلاق النار عيد النصر، 1 جويلية 1962 استبتاء تقرير المصير، 3 جويلية 1962 اعتراف ديغول باستقلال الجزائر، 5 جويلية 1962 الإعلان الرسمي عن استقلال الجزائر عيد الاستقلال، من 25 إلى 26 سبتمبر 1962 عيد ميلاد الجمهورية الجزائرية برئاسة بن بلة، 19 جوان 1965 تصحيح ثوري بقيادة هواري بومدين، و 23 فبراير 1989 إصدار دستور التعددية. كانت هذه أهم التواريخ اللي جبت والله طالب بكالوريا شعبة آداب وفلسفة حفظها الوحدة التعلمية الأولى والثانية ويعتمد عليها. إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.